لا بتاعتي لا لا كويس. اه اه فينا
صباح الخير، الصوت مسموع يا يارا؟ صباح الخير دكتور. مسموع. طيب كويس، أنا راح أبدأ المحاضرة حتى لو ما فيش طلاب تسجل، بس إذا تمام دكتور. نعم تمام دكتور، سمعتك. اوكي يلا. تفضل. يلا اوكي. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. احنا آخر مرة كنا نتحدث عن، خلينا نتأكد بس إذا كان في تسجيل عندي ولا لا. أوكي التسجيل شغال. كنا بنحكي عن التورينج ماشين. حكينا التورينج ماشين بيكون فيها زي البي دي اي، اكسبت إنه أنا بحطش الداتا بستاك، بحط الداتا في التيب نفسه. الاثنين just remind، أعمل example بسيط عن how the Turing machine works. الاكزامبل انا عندي اللانجوج A star، يعني بدي اعمل Turing machine اللي بتقبل لي A star. A star يعني عبارة عن zero، زي هاي عبارة عن zero or more A's، يعني زي هيك بكون، يعني يمكن تأخذ اللامدا او A A A and so on، يعني بتقبل أي شيء من هالشكل. التورينج ماشين بيكون شكلها زي هيك، اللي Q0 from Q0 to Q1. إذا بيجيني A، إذا بيجي طبعاً إذا بيجيني A بقرأ ال A وبحط محله A and then I move to the right. That's all I will have I have to do. Okay. All I have to do is to read A. طبعاً التيب زي هيك راح يجي عندي أنا زي ما حكينا. إذا إجاني A، هي الـ A هون مثلاً، بقرأ الـ A وبحط محل A، then I move to the right. إذا إجاني كمان A، I keep reading. لما يخلص التيب، إذا إجا عندي اللامدا، I go to the final accepting state. طبعاً من البداية مش اللامدا هي، طبعاً إذا بيجيني البلانك. Let me mute all، لأنه في صوت خرابيش عندي أنا من عندكم، خليني أميوت. أوكي. This is simple. It's a very simple machine. Let me go to the next slide. هاي سلايد، هاي أنا جايني التيب تبعي، الانبوت تبعي زي هيك شكله. عندي 3 A's، A A A. طبعا قبله في الدايموند هذا اللي هو عبارة عن بلانك بلانك بلانك، اللي هو بداية التيب ونهاية التيب. المفروض التورينج ماشين تبعي يقبل التيب هذا، الانبوت اللي هو A A A، المفروض يقبله. أنا بالبداية على Q0 هون، جاني أول A، هي الـ A الأولى، إجت الـ A هذه، خليني أحطها زي العادة، أعلمها بالأحمر. جاني الـ A هذا، هي الـ A الترانزيشن تبعي اللي هو هيك، اللي هو the loop. Q0, I stay at Q0, that's what it means. It means I am at Q0. Go to Q0, I still at Q0. Why? Because I am reading A. Okay, I am reading A. خلينا نحط الـ A هون. I am reading A and then I stay at Q0. That's what this means. So I read A and I move
my pointer in the tape. And I move the pointer to the next A. Now I am still at Q0. I am still at Q0. And my next input is A. خلينا أرجع هذا محله مشان أروح على next slide because I can see it هون. هنا هون. فأنا صرت هون سايات. This is where I am. نحط هذا بلون ثاني. بين معنا أحسن. Okay, so now currently I am at صوت مسموع عندكم هون؟ Can you hear me؟ أكثر مسموع بالنسبة لي أنا سامع. خلينا نعمل ميوت للأول. طيب. Okay. So next. أنا هون هالساعات على الـ next A. I am reading this A. I am still at Q0. For Q0, if you read A, write A. Keep هاي الثاني الـ A معناته keep A محلها. يعني أنا بقرأها وبرجعها بكتبها. That means read and write. لأنه this is a memory. So this is a memory location. I read A. يعني كأني أخذتها من الميموري. طلعت على الـ Q0 على الكنترول تبعي. الكنترول بيقول لي إذا كانت الموجود A write A محلها which is keep it there. So I write A and then I move to the right. برجع. That's how the Turing machine works. البندول هذا بتحرك يمين أو يسار خطوة واحدة بس. بقول له تحرك لليمين. So this is next step which is now a time 2. I started at time 0 here. Time 0 قرأت A ورحت على اليمين. Time 1 قرأت A ورحت على اليمين. فصرت أنا هون إسا. فصرت هون على الـ A الثالثة, the third A. Still بقول له اقرأ الـ A ورجعها محلها. هون هي زي ما احنا شايفين هون. Let me put this in blue. That's where I am now. That's my transition function. هذا ال transition function تبعي. هذا اللي هو الكنترول تبع التورينج ماشين. بقول لي اقرأ A. That's the first A here. اقرأ A. بدي اكتبها مرة ثانية. بس مشان وضح. بقول له اقرأ A. وبعدين عمل لي السهم هيك وهون لما تقرأ الـ A لو سمحت رجع الـ A محله read A write A هاي معناها and move to the right. That's what I am doing هون. اوكي هذا اللي انا كاتبه هون. هاي اللي هي معناها اقرا A واكتب محلها A and move to the right. So next one set راح اتوقع انه البندول راح يجي لهون يقرا البلانك. يعني مع نهايه ترانزيشن هاي ومع نهايه الفانكشن I should be here. اوكي فباجي انا هون. This is my next function. So I have moved now. انا صرت هون. بتطلع على and I am still at Q0. At Q0 I have two transitions. يا إما إذا في عندي A بقرأ A, إذا ما عندي A بدي أقرأ البلانك اللي هي هذا الدايموند. فهون
ال current input تبعي اللي هو ال blank. I read transition هاي. That's the only transition that's going to work for me. This transition is the one that's going to work. So I read the blank. I keep the blank محله. And then I go back to the left. هون طبعا it doesn't matter حتى لو رحت على اليمين أو على اليسار ما دام وصلت أنا لـ Q1. Q1 is a final state. وأنا حكيت من الـ final state if I reach the Turing machine accepting final state ما رح يطلع منها transitions. كنت ذاكر الحكي هذا أظن أنه بالمحاضرة الأخيرة اللي هي زي هيك. هي no possible transition from Q مش هذه هي هون الـ hold state من Q1 لما أصل لـ state أنا ما بدي أنا بدي يخلص مثلاً بعد التيب ما ينتهي هون هذه ما فيها anything that's going output اللي طالع من Q1 ما فيه. فلن أرجع أنا لهون وين كنا. أيوه وصلنا لهذا فأنا قرأت البلانك and then قلت له ارجع لليسار وقف هون على البداية على نهاية التيب. فالنكست ستيب راح اشوف انه البندول تبعي واقف على A لاني قلت للترانزيشن حكيت له ارجع لليسار وانا بQ1. Q1 is a halt state. Halt state وكمان accepting لانه انا بدي اياها accepting state. انا حط عليها double circle وبالتالي it's an accepting state. This is a Turing machine that accepts AAA. خلينا نشوف. This is a rejection example. بلكي إجاني ABA. ما جانيش إجاني A followed by B followed by A. This will not be accepted. لأنه اللي accepted string تبعي لازم يكون بس A's. فنتذكر أنه أنا بدور على A star. A. This is not A star. واضح انه this will not be accepted. Let's see what happens. بالبداية انا كمان البندول تبعي على بداية التيب. رجعت التيب لبدايته. This is my memory. Q0. This is a Q0. I read this function here. This is my function. This is my transition. I read A and then I move to the right. This is and I stay at Q0. This is all right. هي يتحرك هذا التيب كان هون صار هون. هسه الترانزيشنز اللي عندي I am still at Q0 بقول له اقرأ لي A. لا ما عندي A. بقول له طيب اقرأ لي blank. ما عندي blank. فبالتالي هون it will halt. It will halt. راح يوقف يعني. زي ما المثل العربي القديم يقول وقف حمار الشيخ في العقبة. خلاص وقف ما بتحرك. ما عنده يعني التورينج ماشين ما عنده أوامر يتحرك إذا إجته بي. أنا مش عامل له ترانزيشن what if B happens. إذا B if you read anything but A stay home. يا A يا blank. إذا blank معناته خلص أنا التيب. That's what happens. إنه I read a sequence of A's. فهذه it's an example of a rejection example. خلينا أشوف example لو إجاني أنا ما إجاني ولا إشي. خلينا أعمل هاي أوكي لو إجاني هون كله blank كله بلانك كان ما في ولا إشي التيب فاضي. شو بصير عندي أنا هون؟ هذه من Q0 راح تروح على راح تقرأ البلانك اللي هو هذا. طبعا فش عندي هون خلي هذا شيله بدنا شيئا
اوكي انا قلت انه الاي ستار الاي ستار اكسبت اللامدا اللي هو الفاضي يعني ما في ولا شيء this is الاي ستار تاعي والاي ستار الاي ستار هي الاي ستار اوكي هاي الاي ستار فعليا it accepts اللامدا البلانك accepts هون بنسميها اللي هي اللامدا اللي نسميها بدي اروح ادور على اللامدا هسه is accepted اللامدا اللي هو الفاضي يعني التيب الفاضي مقبول how do I know هون هاي ال البوينتر معلم على البلانك هون وهي في عندي ترانزيشن اذا في عندي بلانك موف خليه بلانك اند موف باك تو ذا ليفت ات دازنت ماتر هاي رجعت لليسار اند ذن اي ام اكسبتينج ذا هنا خلينا نحطها ان ريد but this is my final state so I do accept a string that's empty okay هاي طبعا a simple machine for some language اللي هي for input alphabet اللي هي ال A accept the language A star this is another way of writing it that's a valid Turing machine اللي واحد من هون قال لي أنا ما بدي أعمل ال Turing machine زي هيك زي هاي it's enough for me إني أعملها Q0 بهذا الشكل ما عندي ولا transition I am always an accepting state which means if I have طبعا هذا المشكلة فيها هذه انه if I get that's if I accept if I get the language A star but اذا ما اجاني اذا اجاني A B A it will also be accepting and that's not valid so this is a wrong statement this is a wrong term battery is low هذه طبعا it's an accepting state it's a this string that's accepted however do I have the example here لأ هون I will show the example that's a wrong example I just want to show that this is not a valid machine what if I have on a B if I have a B this is halt it will halt and accept although this is a wrong string it should not be accepted the string should not have been accepted ليش لانه it starts with B so this is halt and accept although wrong string
just to make sure and we understand, sometimes you think it's I can do a simple machine like this, but it will not work. طيب خليني اروح اشوف في example ثاني. هذا language A star plus B. This is just example to show I can do a Turing machine like this. بس هذا المشين اللي عندي هون, that's not what it does. هون I will keep this. Actually, let me take it out. I don't want it here. لأنه هذا هون it does not belong. هون أنا I want to show an example إنه I make it an infinite loop. الانفينيت لوب بحيث انه I will never reach this state, مع انه string may be accepted but I will never reach this one. والانفينيت لوب طلع هون I'm at Q0, بقول له اذا بتقرا لي A اكتب لي A وروح على اليمين, بس اذا بتلاقي B اقرا ال B وارجع على اليسار. So something like this. If I have ABA, طلع التيب هذا. I have ABA, بقول له إذا بتقرأ لي A, اقرأ A وتعال على اليمين ورجع ال A. إذا بتلاقي B, اقرأ ال B ورجع على اليسار, اكتب على اليسار هون. طبعا لما رجعت هون بقول له اقرأ A ورجع لي على اليمين, فبضل رايح جاي, رايح جاي. This is called infinite loop. But that's one of the problems of Turing machines, and you can do an infinite loop. طبعا هذه أنتم بتلاحظوها بالبرامج اللي بتكتبوها أحيانا. تلاقي البروجرام تاعك شغال وعالي العال و everything is okay, بس بيعطيك exception بعد شوي. الاكسبشن انت مش عارف شو قصته. الاكسبشن بيكون انت عامل لوب بنتهيش, يعني مثلا عامل while loop والwhile loop الكونديشن تبعه will always be true. يعني لما تقول له while true اجمع لي مثلا a يساوي a plus 1, ضلك اجمع ارقام على على A, ضل نضيف عليهم أرقام. So this will always be an infinite loop. ما راح يخلص ال infinite loop. وال CPU تاعك البروسيسور الكمبيوتر راح يكتشف إنه هاي infinite loop وعمل لك exception. هو بيعرف شو ال exception شو صار, بس بيعرف إنه في إشي عم بتعبى بالميموري وبدون أي سبب. This is a Turing machine that implements infinite loop. فإذا كان عندك التيب في A و B وراء بعض جايين والترانزيشن تبعك, اذا بتقرا A عمل لي A وروح لليمين, اذا بتقرا B اقرا لي B ورجع لليسار. طبعا هو المفروض يصل لهون, اذا وصل للبلانك خلص معناته, اذا وصل للبلانك بيصل لك U1 and it's done, بس عمره ما راح يصل للبلانك. هاي مثلا هون هي مع ال A اجى على اليمين, هالساعات بده يقرا ال B, هاي ال B بيقراها وبرجع على اليسار, قرأ ال B رجع اليسار, هي ورجع لل A هون, وقال له اقرأ ال A وروح على اليمين. ف keep going time 2 time 3 4 5 and so on, رايح جاي. هي هون هي ال A اجى, اوبس هي ال A اجى هون على اليمين, اجى على ال B, ال B قال له اقرأ ال B ورجع لي على اليسار, هي ورجع على اليسار هون, هذا رد رايح جاي رايح جاي. This is infinite loop. That's one of the problem of Turing machines which we have to be careful of. مثلا اللي اجوا متاخرين, انا كنت كاتب هون نوت على على الشات. If you look at the chat, كاتب انه اخر المحاضره هون I will have a 5 minutes quiz and this is how I will be evaluating the class, اضافه لامتحان يوم السبت. الكويزات راح يكون عليهم ويتعالي. ف because of the infinite loop هون قل لك the accepting state cannot be reached, زي ما شفتني هون, يعني عمرني ما راح أصل لهي ال Q1 اللي هي my accepting state, ما راح أصلها. That's one. The machine never halts, كمان ما بتوقف المشين, لأنه if it halts بوقف ال هي رايح جاي رايح جاي, عمره ما راح يوقف. يعني لو كنت أنا عامله هذا على أردوينو ماشين أو على اللابتوب, عملت small program
تو امبلمنت هذا راح يضل رايح جاي وراح يضل شغال عمره ما راح يوقف. It never halts. The input string is rejected. Is rejected امتى؟ السؤال the input string is rejected هون after a time out set by the machine itself. المشين اللي هي الكمبيوتر تاعي there will be a time out. يعني هون راح ضل رايح جاي راح جاي لامتى طيب؟ وخاصة انه هذا التيب انا حكيت عنه انفينيت يعني الميموري بخلصش ضلك تعبي رايح جاي. طبعا انا اصلا مش عم بستعمل ميموري انا يعني. يعني كل اللي بستعمله عندي الاي بي اي بقرا اي بروح على اليمين بقرا بي وبرجع اليسار بضل رايح جاي. فالموضوع مش ميموري, الموضوع هون سي بي يو. طيب شو بده يعرفوا السي بي يو؟ انه هذا انفينيت لوب في بيعمل تايم اوت. التايم اوت تبعه بيكون this is my operating system ongoing. احنا للاسعيات للاكتوال كمبيوتنج ماشين. وانا كنت حاكي بالزمانات انه التورينج ماشين از اور كمبيوتر. اور كمبيوتر اللي انا هسه بشتغل عليه اللابتوب واللي انتم فاتحين عليه والتليفونات كلهم تورينج ماشينز. هو عبارة عن بروسيسور والكنترول تبعنا هذا اللي احنا شايفينه في جزء منه الاوبريتنج سيستم also a control. الكنترول في نهاية المطاف راح يكتشف انه there is an instruction that keeps repeated. في instruction واحد اللي هو هذا او two instructions زي هيك اظن اقرأ وروع اليمين اقرأ وروع اليسار. this is a block of instructions عم بستعملهم وما بخلص. فبالتالي this is infinite loop. If you don't ما بتحط ال infinite loop eventually it will run out of power. Your processor will continue running forever حتى ال power يوقف أو ال something happens to your system. If you don't have these conditions. وطبعا بالبدء هيك الاوبريتنج سيستم اتطور لما قبل ما يعرفوا انه في شيء اسمه انفينيت لوب كان الكمبيوتر ظل شغال طول الوقت. ايام لما كان الكمبيوتر بيشتغل على اللمبات على اللامبس كانت تولع اللمبه وتحترق من كثر الحراره. مع الكمبيوتر استبعونا كيبس رانينج بعدين المروحه بتبطل تلحق على الكمبيوتر. برضو كمان بصير عنده تهولدز لأنه تهيتس أب. يعني في لحظة معينة رح يصير في عطل في السيستم فراح يظل شغال ليوم القيامة. طيب خلينا أعمل الساعة قبل ما أفوت بالإكزامبل هذا اللي هو ANVN. This is the more realistic example. بدي الجميع لأنه احنا قربنا الساعيات زي العادة التايم تبعي راح يخلص هون. فبنطلع من ال من الزوم خلال يعني هالساعات 10:33 ليش ما نطلع اسا واحنا شايفين بتطلع ونرجع على نفس اللينك. مش ضروري على اللينك الثاني. المرة الماضية كنت احكي انه فوت على اللينك الثاني على نفس اللينك اللي دخلتوا عليه جست ريكليكت مره ثانيه وبندخل على السيستم. اوكي الكل سامعني؟ سامعين يا دكتور. طيب يا كويس الجميع لو سمحتوا اطلعوا من اللينك هذا اعملوا ليف ميتنج وادخلوا عليه مره ثانيه. خلينا انا كمان اعمل نفس الشيء. اوكي تمام دكتور. يلا أعمل سيف لهذا الشغل تبعي اللي هون. and meeting